سلام عليكم يا دكاترة. إن شاء الله دلوقتي هنراجع مع بعض بقى كل الأناتومي اللي داخل معانا في الفاينل بإذن الله، ونجمع كده نقط كتيرة مع بعض. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معانا اللي هو السكروتم. قالك إن السكروتم ده احنا دلوقتي هنشرح اللي داخل، اللي هنراجع مع بعض اللي داخل الفاينل، يعني اللي اتلغى مش معانا طبعا. طيب تمام. السكروتم قالك إن هو بينزل في اللور بارت من الابدومينال، الابدومينال وول. تمام. بيماثل في الفيميل مين الليبيا ماجورا. تمام. طبقاته بقى من بره لجوه. احنا هنقول سريعا كده يعني ان احنا دلوقتي بنراجع، تمام، انما في محاضره الديفلوبمنت هندي لها حقها شويه لان هي اللي من بعد الميد يعني. طيب طبقات السكروتم بقى من بره لجوه. اول حاجه من بره قالك اللي هو فيه سكن، بعدها الدارتوس ماسل، بعدها الديب ممبرينس لير، بعدها الاكسترنال سبرماتيك فاشيا، وبعدين الكريماستريك ماسل اند فاشيا، وبعدين الانترنال سبرماتيك فاشيا، وبعدين البرايتال اوف التونيكا فاجيناليس. تاني كده، تاني قال لك ان في سكن، في دارتوس ماسل، ودي ميمبرينس ماسل. تمام كده، كده ثلاثه مع بعض. عندك بقى الاكسترنال سبرماتيك كريماستريك، وعندك الانترنال سبرماتيك، وبعدين اخر طبقه اللي هي التونيكا فاجينالز البرايتال لير منها. طيب السكن قال لك ان هو بيبقى براون كده ورينكلد وسن. طيب دوت السكن. الدارتوس ماسل، ايه الدارتوس ماسل دي؟ ده هي جايه من سوبرفيشال فاتي لير، سوبرفيشال فاتي لير اوف الابدومينال وول. تمام. سوبرفيشال فاتي لير من الابدومينال وول. قال لك ان الكريماستريك ماسل دي هي اللي بتبعت سبتم كده، هي اللي بتعمل السبتم. السبتم ده اللي هو بيفصل بين التو تيستس، بين التو تيستس بيكفرد بايه؟ بيكفرد باتنين لير بس مش بالسكين. يعني السبتم ده اهو، السبتم اللي بين التيستس ما بيتغطاش بسكين. حلو. قال لك ان هي بتريجوليت التمبريتشر، وبالتالي انها بتساعد في عمليه الايه؟ الاسبرماتوجينيسيس. مين ديت؟ الكريماستريك ماسل. يبقى الكريماستريك ماسل هي جايه منين؟ مش هي الكريماستريك ماسل دي يا دكاتره، هي سوبرفيشال، يعني هي ورا السكن على طول في السكروتم بتاعنا. طالما هي ورا السكن فهي برضو جايه من الابدومينال وول من فوق ورا السكن. ايه اللي ورا السكن فوق في الابدومين؟ اللي هو مين عندك؟ اللي هو السوبرفيشال فاتي، سوبرفيشال فاتي لير بتاع الانتيريور ابدومينال وول، سوبرفيشال فاتي لير بتاع الانتيريور ابدومينال وول. تمام. قالك ان هي بتبعت سبتم كده يفصل لك بين التو تيستس، والسبتم ده اهو ما بيبقاش متغطي بايه؟ بالسكن، انما بيتغطى بطبقتين اتنين، مالناش دعوه باي طبقتين. قالك ان هي بتريجوليت التمبريتشر، وبالتالي انها بتساعد في عمليه الاسبرماتوجينيسيس، لان الايه؟ لان اللي احنا عارفين التستس لو جوه الابدومين مفيش سبرمس هتطلع. حلو. بعد الدارتوس ماسل في عندك ايه؟ الدارتوس ماسل هي اللي ورا السكن على طول. فاحنا هنخش شويه جوه، احنا دلوقتي احنا ماشيين من بره لجوه، فاحنا هنخش جوه شويه. هنقول عندك مين؟ ديب ميمبرينس ايه؟ ديب ميمبرينس لير اللي هي اسمها كوليس فاشيا، اللي هي اسمها كوليس فاشيا. يبقى ديب ميمبرينس لير او الكوليس فاشيا. الديب ميمبرينس لير دي من اسمها جايه من الديب ميمبرينس لير بتاع الانتيرير ابدومينال وول. تمام. يبقى عندك سوبرفيشال فاتي لير انتيرير ابدومينال وول دي بره. هنخش شويه لجوه هنلاقي الديب ميمبرينس لير اوف الابدومينال وول. مين ديت؟ الكوليس فاشيا او الديب ميمبرينس لير. طيب عندك بقى ايه؟ ثلاثه ورا بعض كده، اكسترنال سبرماتيك فاشيا، وعندك كريماستريك ماسل اند فاشيا، وعندك الانترنال سبرماتيك فاشيا. الاكسترنال سبرماتيك جايه من الاكسترنال اوبليك، الكريماستريك ماسل جايه من الانترنال اوبليك، جايه من الانترنال اوبليك. طيب الانترنال بقى، الانترنال سبرماتيك اللي هي جوه خالص بقى، اللي هي جوه خالص في السكروتم، جايه من الفاشيا ترانسفيرساليس، فاشيا ترانسفيرساليس. طيب يبقى تاني الاكسترنال سبرماتيك جايه من الاكسترنال اوبليك. طب الكريماستريك اللي وراها على طول؟ لا، ده جاي من الانترنال اوبليك، لكن الانترنال سبرماتيك اللي هي جايه منين؟ من الفاشيا ترانسفيرساليس. قال لك ادالك معلومه هنا ان الكريماستريك ماسل ده اهي، الكريماستريك ماسل اللي موجوده جوه السكروتم، كريماستريك ماسل قال لك ان هي ايه؟ احنا عرفنا انها جايه من انترنال اوبليك ماسل. طيب الارتري اللي بيغذيها قال لك ان هو ايه؟ من اسمها كريماستريك ارتري. جاي منين الكريماستريك ارتري ده؟ جاي من الانفيريور ايبيجاستريك ارتري، جاي من الانفيريور ايبيجاستريك ارتري. طيب النيرف اللي بيغذيها، لا ده قال لك ان هو الجينيتو فيمورال نيرف، الجينيتو فيمورال نيرف اوف الفيمورال نيرف. يبقى الجينيتال برانش من الجينيتو فيمورال نيرف. يبقى هي جاي لها ارتري وفين. مين ديت؟ الكريماستريك ماسل. الارتري اللي جاي لها هو مين؟ هو الكريماستريك ارتري بتاع الانفيريور ايبيجاستريك، لكن النيرف اللي جاي لها لا، ده جينيتال برانش من الجينيتو فيمورال نيرف.
جينيتال برانش من الجينيتو فيمورال نيرف، من الجينيتو فيمورال نيرف، من الجينيتو فيمورال نيرف ده اللي هو ال واحد، يعني اللي هو ال واحد يبقى اللي هو جاي لها مين؟ هو الاثنين، سوري الاثنين، الاثنين يبقى الاثنين هيغذينا دلوقتي السكروتم. يعني كمان شويه هنعرف ان هو بيغذي اصلا الانتيريور سيرد من السكروتم. يبقى الكريماستريك ماسل جاي لها كريماستريك برانش من الانفيرور ابيجاستريك ارتري، النيرف اللي جاي لها جينيتال برانش من الجينيتو فيمورال نيرف. طيب تلاقي كده عندك بقى بعد الانترنال سبرماتيك في حاجه اسمها بارايتال لير تونيكا فاجينالز. كلنا عارفين ان التونيكا فاجينالز هي الايه، هي يعني هي اكتر طبقه جوه خالص من طبقات السكروتم بتاعنا. طيب التونيكا فاجينالز ديت ان هي بتتكون منين؟ قال لك ده هي بتتكون من الديستال بارت بتاع البروسيسس فاجينالز. البروسيسس فاجينالز دوت ايه؟ عباره عن ايه؟ ده طبقة زي بريتونيوم كده، التستس وهي نازلة راحة للسكروتم، هي نازلة من ابدومينال، من ابدومينال وول راحة للسكروتم، بتاخد حتة بريتونيوم معاها كده من البطن وهي نازلة. تمام، فهو اسمه بروسيسس فاجينالز. الحتة الديستال منه هي اللي هتكون لك التونيكا فاجينالز. لكن النص التاني بقى والبروكسيمال النص التاني بقى منها هو اللي كان هيكون لك الفستيج اللي هو الفستيج بتاعنا. تمام تمام يبقى كده الطبقات من بره لجوه. تاني عندك السكن، عندك عندك الدارتوس ماسل، عندك بقى الديب ممبرينس. الدارتوس ماسل دي سوبرفيشال فاتي لير، الديب ممبرينس لا ده هي ديب ممبرينس لير بتاع مين؟ بتاع الانتر ابدومينال وول. طيب عندك الاكسترنال، اكسترنال سبرماتيك فاشيا جايه من الاكسترنال اوبليك، الكريماستريك ماسل جايه من الانترنال اوبليك، الانترنال سبرماتيك جايه من الفاشيا ترانسفيرزاليس، جايه من الفاشيا ترانسفيرزاليس. تمام دوت السكروتم. عندك بقى البينس، البينس دوت قال لك عباره ان هو عباره عن 3 لونجيتودينال من الايركتايل تيشو، 3 لونجيتودينال ابتدى 3 حزم كده من الايركتايل تيشو. ايه هما؟ قال لك واحده في النص اسمها السنترال السبونجيوزم اللي هي الكوربورا الاسبونجي الكوربس اسبونجيوزم، وبعدين الاثنين اللي على الجنب الكافيرنوزا. تمام تمام عندك بقى ايه هو بيتكون اصلا البينس من ايه؟ من روت وبادي. الروت عبارة عن ايه؟ عبارة عن اتنين كرورة وبلب، اتنين كرورة وبلب. الروت عبارة عن اتنين كرورة وبلب، يعني اتنين كرورة كده جاي من ورا والبلب كده، ده الروت. وبعدين ايه؟ بعد الروت هيكمل لك هنا كده بادي، هيكمل لك هنا كده بادي، وبعدين الجلانز فينس في الاخر. طيب الاتنين كرورة ديت اللي هي جاية، الاتنين كرورة دولت، الاتنين كرورة ماسكين فين؟ في البيوبيك ارش. ماسكين فين؟ في البيوبيك ارش. هيكملوا في البادي على هيئة الكربورا كافيرنوزا، هيكملوا على هيئة الكربورا كافيرنوزا. لكن البلب اللي هو اللي في النص ده اهو، البلب ده اهو قالك ان هو هيكمل هنا. البلب ده موجود عند البرينيال ممبرين، يعني هنا كده في منطقه البرينيال ممبرين. طيب البلب ده هيكمل في السنترال في البادي اسمه ايه؟ الكافيرنوز البتاع دي الاسبونجيوزم. تمام يبقى البلب هيكمل بالكوربس اسبونجيوزم، لكن الاثنين كروره، الاثنين كروره ومفردها كراس، الاثنين كروره هيكملوا على هيئه الكوربس الكربور البتاع دي اسم يا رب الكافيرنوز، الكافيرنيوز، الكافيرنوزا اللي ناحيه لاترال، وهنا برضو الكروره، الاثنين كروره على ناحيه لاترال، ولكن البلب ده اهو هيكمل على اسبونجيوزم. وقال لك ان في هنا بقى الجلاندز بينس ده، اهي الجلاندز بينس ده دكاتره اللهم صل على سيدنا محمد. في عندك هنا الجلاندز بينس اللي بيكونها مين؟ الاسبونجيوزم، اللي بيكونها الاسبونجيوزم. تمام طيب قال لك بقى اليوريسترا الاورفيس بتاعتها بتفتح فين؟ عند التيب بتاع الجلاندز. دي الجلاندز بينس بتاعتنا اهي، هنا بيفتح مين؟ الاورفيس بتاع اليوريسترا. حلو قال لك من تحت، يعني من ناحيه الخلف احنا مش شايفينها، بتمسك في رافي ميد لاين رافي، هي بتمسك فيه. تمام مين ديت؟ اللي هي اليوريسترا اورفيس. قال لك في حته زايده كده مدوره ريز سيركولر مارجن فين؟ في البيز بتاع الجلانز، في البيز بتاع الجلانز، يعني تحت في البيز بتاع الجلانز من ورا هنلاقي حاجه اسمها ايه؟ كورونا اوف البينس، كورونا اوف البينس. تمام الكورونا اوف البينس دي عباره عن ايه؟ raised circular margin عند البيز بتاع الجلانز بينس. طيب وراها على طول النك، يعني النك ده اهي، هي وراها على طول بس من ناحيه ورا بقى. تمام تمام قالك البريبيوز دي برضو، البريبيوز دي عباره عن السكن، السكن كده البريبيوز حته كده من السكن هي ديت اللي بنعمل لها circumcision اثناء الايه؟ اثناء
اثناء ما الطفل بيبقى صغير يعني. تمام تمام قال لك بقى البيز، البيز بتاع البادي، البيز بتاع البادي از سبورتد باي اللي هو بتاع البينس يعني، باتنين ليجامنت يعني من الاخر يعني. الليجامنت بتاع مين؟ بتاع البينس. قال لك واحد اسمه سسبنسوري ليجامنت، واحد اسمه الفاندي فورم ليجامنت. سسبنسوري ليجامنت وايه والفاندي فورم ليجامنت. السسبنسوري ليجامنت ده افتكر ان في اس، فهو سوبرفيشالي للبينس، هو بيمسك البينس من على السطح بتاعه كده. وايه تاني؟ وان هو بيأتاتش بقص برضه اللي هو السيمفيسيس بيوبس. السيمفيسيس بيوبس يبقى هو بيمسك في السيمفيسيس بيوبس ورايح للبينس، هيمسك في السوبر، في السوبرفيشال بتاع، في على السيرفيس بتاعه. وهو اسمه اصلا سسبنسوري ليجامنت. تمام تمام يبقى السسبنسوري ليجامنت سوبرفيشالي وبيروح يمسك في السيمفيسيس بيوبس. والتاني بقى، التاني بقى اسمه ايه؟ الفاندي فورم ليجامنت. الفاندي فورم ليجامنت، الفاندي فورم ليجامنت ده الاقوى. ليه الاقوى؟ لانه هيمسك من فوق، هيمسك من فوق باللينيا قلبه بتاع الانتيريور ابدومينال وول، يعني هو ماسك من فوق اهو باللينيا قلبه. تمام لكن الماسك من تحت بقى فين؟ هيمسك لي البينس منين؟ قالك ان هو هينزل كده ويسبليت الاثنين بانس، الحزمتين اتنين، وهيتحدوا مع بعض فين؟ هيتحدوا مع بعض على كل جانب كده، وينزلوا تحت عند السكروتال، السكروتال سيبتم، السيبتم اللي هو اللي بيفصل بين التو تيستس من تحت كده من ناحيه ورا، هو هيتحد معاهم. مين دوت؟ الفاندي فورم ليجامنت. يعني هنعمل مثلا كده هنا الانتير ابدومينال الاولى اهو، هو في هنا، تخيل معايا ان في هنا لينيا قلبة، الفاندي فورم ليجامنت ده جاي هيتقسم لاتنين، واحد واحد هيمشي من ورا، واحد هيمشي من قدام، هيمشي من وهنا كده البينس، البينس بتاعنا اهو، فهم الاثنين هيتحدوا لورا وهي يمسكوا في مين؟ في السبتم بتاع السبتر سكروتال سبتم. لكن السسبنسوري ليجامنت بقى، السسبنسوري ليجامنت هيجي مثلا ايه؟ هيجي مثلا هنا السيمفيسيس بيوبس اهو، هيجي هينزل من السيمفيسيس بيوبس موست سوبرفيشال للبينس، هيمسك بس كده سوبرفيشال للبينس. تمام دول كانوا الاثنين الليجامنت معانا. تعالوا بقى نشوف اللي عليه الدور، الفاز ديفرنس. الفاز ديفرنس، الفاز ديفرنس قال لك ان هو كونتامينيش يعني بيكمل التيل بتاع الابيديدمس، تكملة التيل بتاع الابيديدمس. تمام فين بقى بالظبط؟ قال لك البوستيرير، البوستيرير سيرفيس بتاع التستس. تمام والميديال سيرفيس اوف الابيديدمس، يعني هو بيمشي ورا، هو 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 بدايته من ورا الابيديدمس، هيكمل خلف التستس وميديال لمين؟ للابيديدمس. ميديال للميديال للابيديدمس. ده مين؟ ده الفاس ديفرنس. طيب قال لك ان هو بيخش السبرماتيك كورد. تمام وبعد السبرماتيك، وهو في السبرماتيك كورد بيبقى متحوط بالبامبيني فورم بلكسس، من البامبيني فورم بلكسس، وبعدين هيخش فين؟ في الانجواينال كانال، هيخش في الانجواينال كانال. الانجواينال كانال هي سوبرفيشال رينج، وبعدين الانجواينال كانال، وبعدين الديب رينج. عند الديب رينج، عند الديب رينج بتاع الانجوينال كانال هيخش في هيعدي الانفيرير ابيجاستريك ارتري، وهيعدي من على الاكسترنال ايلياك، وبعدين هيخش الاكسترنال ايلياك فيسلز كلها، وبعدين هيخش منطقه البلفس، هيخش منطقه البلفس، وبعد ما يخش منطقه البلفس هيعدي كذا حاجه وحرف الاو، قلنا اللي هو الاوبليتريتد امبلايكس اللي هو رايح للامبلايكس اللي هو السره، وهيعدي على الاوبتيوريتور فيسلز اللي هي الاوبتيوريتور نيرف والاوبتيوريتور ارتري والاوبتيوريتور ايه يبقى هو مين الفاز ديفرنس؟ اللي هو ايه؟ تكمله التيل بتاع الابيديدمس، هيمشي ورا التستس وميديا لمين؟ وميديا للابيديدمس. حلو، هيخش السبرماتيك كورد، من بعد السبرماتيك كورد هيخش الانجوينال كانال، ومن الانجوينال كانال هيخش على الايه؟ هيخش على البلفس. قبل ما يخش على البلفس قال لك ان هو بيعدي كده لاترال للانفيرير ابيجاستريك ارتري، وبعدين يخش يعدي على الاكسترنال ايلياك فيزلز كلها، وبعدين يخش البلفس بقى منطقه البلفس، هيكروس ثلاث حاجات: الاوبليتريتد امبلايكال ارتري، وبعدين الاوبتيوريتر نيرف والفيزلز والفين، وبعدين هيخش بقى هو الفاز ده اهو، هيعمل دايلاتيشن كده في الاخر، امبولا اوف الفاز بتاعته هتكمل مع السيمينال فيزيكل عشان يكونوا لي الايجاكيولاتوري داكت. تمام تمام السيمينال فيزيكل بقى، السيمينال فيزيكل عندك اللي هي بيقول لك اول معلومه انها ما فيهاش سبيرمس. تمام السيمينال فيزيكل ما فيهاش سبيرمس، انما اهميتها ايه؟ اهميتها انها بتجيب فلويد نسبته 80%، بتغذي بنسبه 80%،
وان هي بتطلع سكريشن برضو للسبيرمس وهي معديه. هتدي لها ايه؟ هتدي لها الكالاين، والسكريشن ده بيبقى فيه اللي هو سكر الفركتوز، والسكريشن عباره عن ميوكس وفيه شويه ايه انزيمز. تمام. السيمينال فيزيكال بقى، تعالوا نشوف الريليشن بتاعتها. قال لك ان هي السيمينال فيزيكال يعني ارسمها كده. بصوا يا دكاتره، انا كده بص على السيمينال فيزيكال، بص الرسمه اللي قدامي دي انا بص عليها كده من ورا، ادي السيمينال فيزيكال ده، هي دي السيمينال فيزيكال، وديت الامبوله اوف الفاز ديفرنس، وهيكونوا لي الاثنين ايجاكيوليتوري داكت، وديت البلادر بتاعتنا، وديت الايه البروستات، ودوت اليوريتر اهو، ودوت اليوريتر. تمام. قال لك ان هي دي يبقى فين؟ دي السيمينال فيزيكال اهي. تمام. السيمينال فيزيكال فوقها عندك التيرمينيشن بتاع مين؟ التيرمينيشن بتاع اليوريتر. حلو حلو. الترمينيشن بتاع اليوريتر من فوق. طيب عندك من تحت بقى، من تحت النك، النك بتاع البلادر او البيز بتاع البروستات. تمام. ما هي البيز بتاع البروستات ناحيه فوق، والبيز بتاع البلادر ناحيه فوق، فهي السيمينال فيزيكال ده تحتها، تحتها على طول هتلاقي النك بتاع البلادر او البيز بتاع البروستات. تمام. تمام. من ناحيه انتيرور بقى لقدام هتلاقي هي نايمه على ايه؟ نايمه على اليورينري بلادر. تمام. من ورا بقى اللي انا مش شايفاه اللي هو مقطوع اصلا الريكتم. تمام. ناحيه ميديال هتلاقي الامبوله اوف الفاز ديفرنس اللي هي ده، هي اللي هي دي الامبوله اوف الفاز ديفرنس دي. تمام. ناحيه لاترال قال لك لا، ناحيه لاترال بقى في عندك الليفيتور ايناي، يعني المفروض ان هنا كده ليفيتور ايناي، ليفيتور ايناي، والله ما استاذ محمد مش مباشره ليها بقى، ده هي بيفصلها السيمينال فيزيكال، بتتفصل عن طريق الانفيرير فيزايكال فيزلز، وبعدين الفيزايكو بروستاتيك بليكسس. يبقى الفيزايكو بروستاتيك بليكسس، الفيزايكو من اسمها سيمينال فيزيكال، والبروستاتيك عشان تحتها البروستات، افتكرها بكده فيزايكو بروستاتيك بليكسس وفي الفين. تمام. والانفيرير فيزايكال فيزلز دولت مين؟ دولت هنا كده موجودين هنا كده بين الـ بين الـ بين الليفيتور ايناي وبين السيمينال فيزيكال. تمام. تمام. الاهميه قلناها، وقلنا ان هي ما فيهاش سبيرمز. تمام. تمام. تعالوا بقى نشوف الايجاكيوليتوري داكت. الايجاكيوليتوري داكت قال لك ان هي بتفتح فين؟ في البوستيرير وول بتاع الايه؟ بتاع البروستاتيك يوريسترا. يعني هي هتفتح في البروستاتيك يوريسترا، في البوستيرير وول. طيب فين بالظبط بقى؟ قال لك عند عند سطح حاجه كده اسمها ايه؟ سيمينال كوليكولس. سيمينال كوليكولس لاترالي البروستاتيك يوتريكل. ايه هو البروستاتيك يوتريكل ولا ايه هو السيمينال كوليكولس؟ البروستاتيك يوتريكل ده اهو موجود فين؟ في الميديال لوب. حلو. في الميديال لوب بتاع البروستاتا. تمام. تمام. موجود فين بالظبط بقى؟ بين الفتحتين الاثنين بتاع الايجاكيوليتوري داكت، على جنبينه الاثنين السيمينال كوليكولس دي. يبقى السيمينال كوليكولس موجوده لاترال للبروستاتيك يوتريكل. تمام. فين؟ في الميديال لوب بتاع البروستات. بيفتح فين؟ في الميدل، في الميدل بتاع مين؟ السيمينال كوليكولس. مين دوت؟ اللي هي الايجاكيوليتوري داكت يا دكاتره. يبقى باختصار كده الايجاكيوليتوري داكت، الايجاكيوليتوري داكت قال لك ان هي بتفتح في حاجه اسمها السيمينال كوليكولس ده، هو السيمينال كوليكولس. تمام. السيمينال كوليكولس ده قال لك ان هو لاترال لحاجه في النص. مين اللي في النص ده؟ البروستاتيك يوتريكل. البروستاتيك يوتريكل واداك معلومه ديت الايجاكيوليتوري داكت اهي. يبقى الايجاكيوليتوري داكت جايه ليه؟ السيمينال كوليكولس ده اهو اللي هو لاترال لمين؟ للبروستاتيك يوتريكل. البروستاتيك يوتريكل ده اداك معلومه ان هو موجود في الميديا، في الميديال لوب بتاع مين؟ بتاع البروستات. تمام. تمام. يبقى مين ديت الايجاكيوليتوري داكت؟ نيجي بقى للبروستاتيك يوريسترا، نيجي بقى البروستات جلاند بتاعتنا. البروستات جلاند هنتكلم عن البيز. البيز قالك ان هي ناحيه فوق، هي مثلا اهي، يبقى هي البيز ناحيه فوق. تمام. وبتتخرم باليوريسترا من انتيريور اكتر. حلو. اكتر من البوستير. تمام. والانتيريور بوردن منها قالك ان هو عباره عن الانتيريور بوردن، قالك ان هو عباره عن ايه؟ بيتحد مع البيوبيك بون عن طريق البيوبو البيوبو بروستاتيك ليجامنت. يعني البيز اهي، البيز الانتيرير بوردر بقى اللي هو هنا ناحيه انتيرير، مثلا احنا هنا انتيرير وهنا بوستيرير، بيتحد بالبيوبيك بون، في بيوبيك بون فوق كده، بيتحد بقى عن طريق بيوبو بروستاتيك ليجامنت. تمام. الايبكس بقى اللي هي من تحت، الايبكس داون وورد ريليتد للايه؟ للسفنكتر يوريسترا. للسفنكتر يوريسترا. تمام. الانتيريور سيرفيس
قال لك ان الانتيريور سيرفيس هيكمل فيه اليوريثرا، قال لك ان هو الانتيريور سيرفيس ده بيتفصل من عن السيمفيسس بيوبس عن طريق بليكسس اسمها فينس بليكسس وشويه فات. يبقى الانتيريور سيرفيس بتاع البروستاتا بتتفصل عن السيمفيسس بيوبس، او السيمفيسس بيوبس هو اللي قدامها على طول، فهو اللي ما بينهم بليكسس كده من الفينز وشويه فات. البوستيريور سيرفيس بتاع البروستاتيك جلاند بتاع البروستات جلاند البوستيريور سيرفيس بيفتح فيه الايجاكيلاتوري داكت، تمام؟ ده من فوق. يبقى الايجاكيلاتوري داكت بتفتح في البوستيريور وول بتاع الايه بتاع البروستات. يبقى الايجاكيلاتوري داكت بتفتح في البوستيريور وول، يعني البوستيريور سيرفيس. يعني انا هبص على البروستاتا من ورا كده هنلاقي ناحيه الابر سيرفيس من السيرفيس الابر بوردر من السيرفيس ده اهو، هلاقي الايجاكيلاتوري داكت بتفتح. طب اللور بارت من ورا بقى، اللور بارت هلاقي له علاقه بايه؟ بالريكتم، تمام؟ يعني هو ورا البروستات على طول الريكتم، لكن بيتفصلوا عن بعض عن طريق ريكتو فيزيكال فاشيا، تمام؟ تمام. الانفيريور لاترال بقى على الجنب الاتنين من البروستاتا هتلاقي عندك الليفيتور ايناي دايركت كده، لا ده بيفصلها عنها بروستاتيك بليكسس من اسمها، ماشي. في بقى عندك البروستاتا، البروستاتا ديت في لها كبسول، لها ترو كبسول ولها فولس كبسول. لا لا لا، ترو كبسول ده هو سيك فايبرو ماسكولار، سيك فايبرو ماسكولار، ماشي. انما الفولس كبسول لا، ده هو جاي لها من البلفيك فاشيا. السيك فايبرو ماسكولار ده هو اللي هو ادهرنت عليها، هو اللي ماسك على البروستات دي، لكن الفولس كبسول ده جاي لها كونكتيف تيشو جاي من البلفيك فاشيا وعباره عن ايه؟ فايبرس فاشيا. يبقى هي الفولس كبسول اف فايبرس فاشيا جاي من البلفيك فاشيا، لكن الترو كبسول اللي هو الادهرنت عليها لا، ده سيك فايبرو ماسكولار لاير. طيب البتاع ديت البروستاتا عندنا الايجاكيلاتوري داكت واليوريثرا قسموها لخمسة لوب، تمام؟ انتيريور لوب وبوستيريور لوب وميديان لوب واتنين لاترال زي ما احنا عارفين. قالك ان الانتيريور لوب من البروستات اللي هو عبارة عن كونكتيف تيشو بيبقى فين؟ بيبقى ايه؟ بيبقى بين ال بيبقى قدام اليوريثرا على طول. يعني هو اليوريثرا مكان ما بتنزل كده قدامها هو الانتيريور لوب، لكن وراها بقى قال لك في حاجتين، البروستاتيك البوستيريور لوب والميديان لوب. الميديان لوب دوت فوق شويه، تمام؟ والبوستيريور البوستيريور لوب لا، ده تحت شويه. يبقى احنا دلوقتي اليوريثرا والايجاكيلاتوري داكت قسموها لخمسه لوب، انتيريور لوب هو اللي قدام اليوريثرا، لكن البوستيريور لوب قال لك ده هو ورا، هو ورا بس بين اليوريثرا والايجاكيلاتوري، بين اليوريثرا والايجاكيلاتوري داكت وتحت السيمينال كوليكولس اللي احنا لسه قايلين عليه، حلو حلو. لكن الميديان لوب ده، الميديان لوب ده هو احنا متفقين ان هو وراها برضو بيهايند اليوريثرا بس على كل جانب من الايجاكيلاتوري داكت وليس تحتها، لكن اللي كان تحتها مين؟ البوستيريور لوب. طيب مش احنا قلنا ان الانتيريور لوب عباره عن كونكتيف تيشو؟ تعالوا بقى نقول ان البوستيريور لوب والميديان لوب عباره عن جلانديولار تيشو، جلانديولار تيشو، جلانديولار تيشو. يبقى الانتيريور لوب دوت ايه؟ كونكتيف تيشو، لكن البوستيريور لوب والميديان دولت عباره عن ايه؟ عباره عن جلانديولار تيشو، جلانديولار تيشو، حلو. قالك ان الميديان لوب ده هو هيطلع منه كده جزء يروح للبلادر ويعمل لك حاجه اسمها يوفيلو فيزايكا، تمام؟ يوفيلو فيزايكا ديت الوحيده اللي من الميديان لوب هتطلع عند البلادر. طيب احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا تلاتة، احنا قايلين ان هم خمسه لوب، في اتنين لاترال على كل جانب من البروستاتيك يوريثرا، تمام؟ هم دولت المين بلق اصلا، يعني البتاع ديت هنقسمها مثلا ايه؟ زي التفاحه كده، تمام؟ اليوريثرا البتاع ديت بتاعتنا البروستات، تمام؟ الاثنين ده همت، الاثنين ده همت المين بلق ده همت اسمهم اللاترال لوب، تمام؟ هنا بقى نزل اليوريثرا، اليوريثرا انا لو واخده كات سيكشن هشوف ان قدامها، يعني انا هشوف ان قدامها هو الانتيريور لوب، لكن اللي وراها ده انا اللي وراها في حال على حسب بوستيريور ولا ميديان. لو هي جاء على جنب الايجاكيلاتوري داكت يبقى الميديان، لكن لو هي تحت الايجاكيلاتوري داكت يبقى بوستيريور لوب،
تمام. قالك ان التو لاترال لوبز اهمت، حلو، اللي التو لاترال لوبز ده هما بيتفصلوا عن بعض بهالو جروف كده على البوستيرير سيرفيس بتاع الايه، بتاع البروستات. طيب تعالوا احنا كده خلصنا كل الاناتومي يعني بتاع الجينيتال، الميل جينيتاليا. دلوقتي بقى هناخد الايه، هناخد البلاد فيزلز واللي هو الارتري سبلاي والفينس ديرج والليمفاتيك درينج والكلام ده متجمعين مع بعض. انا كنت عاملاهم قبل كده يعني، انا دولت كده مش حطاهم خصوصي للشرح، انا كنت عاملاهم قبل كده فعذر للخط بقى. تمام. تعالوا بقى السكروتم. السكروتم عشان كبير قسمناه، السكروتم علشان كبير قسمناه، قسمناه لايه؟ قسمناه الى انتيرير الاحمر ده الارتري سبلاي، والازرق فينس درينج، والاخضر ليمفاتيك. قسمناه قال لك من قدام هيجيله الارتري اسمه ايه، انتيرير سكروتال ارتري. منين؟ من سوبرفيشال وديب، سوبرفيشال وديب. اكسترنال بيودنتال ارتري يبقى سوبرفيشال، يبقى الانتيرير، الانتيرير اللي هيغذي لي الانتيرير بتاع السكروتم الارتري اسمه ايه، سوبرفيشال وديب. اكسترنال بيودنتال ارتري جاي منين؟ جاي من الفيمورال، من الفيمورال ارتري. يبقى عندك سوبرفيشال وديب، اكسترنال بيودنتال ارتري جاي من الفيمورال ارتري، لكن البوستيرير سكروتال ارتري جاي من الانترنال بيودنتال ارتري، واللي كان جاي من الانترنال الياك ارتري. يبقى انترنال بيودنتال وجاي من مين؟ من الانترنال الياك. لكن الكريماستريك احنا لسه قايلين الكريماستريك جاي من الانفيرور ابيجاستريك، جاي من الانفيرور ابيجاستريك. طيب كده مين ده الارتري سبلاي؟ الفينس درينج قال لك ده على حسب، لو سوبري، لو سوبرفيشال اكسترنال بيودنتال ده هيروح في الجريت سافينس فين، لو هو ديب اكسترنال بيودنتال هيروح للفيمورال فين. تمام. السكروتال فينز بقى اللي هي من ناحيه ورا هتروح تصب في مين؟ في الانترنال الياك. الانترنال بيودنتال اللي هيروح يصب في الانترنال الياك، يبقى الانترنال بيودنتال فين اللي هيروح يصب في الانترنال الياك ايه؟ فين. الكريماستريك نفسه هيروح يصب على طول في الاكسترنال الياك. تمام. تعالوا بقى نشوف الليمفاتيك درينج. الليمفاتيك درينج هتروح فين؟ في السوبرفيشال انجوينال ليمف نود، بس كده سوبرفيشال انجوينال ليمف نود. النيرف سبلاي بتاع السكروتم هنقسمه انتيريور، هنقسمه الى انتيريور سيرد وبوستيريور تو سيرد. الانتيريور سيرد ده اهو والبوستيريور تو سيرد ده اهو. طيب الانتيريور سيرد بيتغذى بايه؟ بال واحد وال اتنين. مين ال واحد؟ اللي هو الاليو لامبر، ال واحد اليو لامبر. تمام. اليو انجوينال، اسفه، اليو انجوينال نيرف. تمام. يبقى ال واحد اليو انجوينال نيرف، لكن ال اتنين جينيتال برانش من الجينيتو فيمورال نيرف، جينيتال برانش من الجينيتو فيمورال نيرف. طيب البوستيرير، البوستيرير تو سيرد قال لك ان هي اس 3. مين اس 3 دي؟ حاجتين، الاثنين نيرفيس، اول نيرف اللي هو بوستيرير سكروتال برانشز من البرينيال نيرف، من البرينيال نيرف. يبقى الاساس بتاعنا برينيال نيرف، لكن الاس 3 الثانيه برينيال برانش من البوستيرير كوتينيوس نيرف اوف الساي، برينيال برانش من البوستيرير كوتينيوس نيرف اوف الساي. يبقى دوت السكروتال ايه، النيرف سبلاي بتاع السكروتم. تمام. البينس بقى ملكوش دعوه ملكوش دعوه بالبتاع اللي في الجنب ده. البينس، البينس هنيجي نشوف الارتريال سبلاي. قال لك ان الاساسي بتاعنا انترنال، تعالوا نشوف بالراحه. عندك دورسال ارتري اوف البينس وديب ارتري اوف البينس. تمام. دورسال وديب ارتري اوف البينس الاهميه بتاعتهم ان هم يروحوا لمين؟ للكافرنوزا، هيغذوها هي والجلانز بينس. تمام. هتيجوا تقراوا هتلاقوا دي الخلاصه، هتلاقوا الخلاصه ان الدورسال والديب ارتري اوف البينس بيغذوا لي الجلانز بينس والكافرنوزا. الكافرنوزا امال مين اللي هيغذي لي الاسبونجيوزا؟ هقول لك دلوقتي. طيب احنا كده خدنا الدورزل والديب ارتري اوف البينس. في بقى ارتري، الارتري اوف البلب هيغذي لي البلب، بما ان البلب اللي هو كان اللي ما بين الاتنين روت. تمام. دي كانت كروره ودي كروره، البلب في النص هيكمل بيه، هيكمل بيه كورباس سبونجيوزا. تمام. والكروره هتكمل بيه كافرنوزا. احنا قلنا ان البلب هيكمل بيه سبونجيوزا، فهو الارتري بتاع البلب هيغذي البروكسيمال، البروكسيمال بتاع مين؟ بتاع السبونجيوزا، البروكسيمال بتاع السبونجيوزا. ده مين ده؟ الارتري في البلب. ماشي.
قال لك بقى في ارتري وفي اليوريسترا. بما ان اليوريسترا ماشيه اصلا في الاسبونجيوزا فهيغذي اليوريسترا والاسبونجيوزا. تمام. دولت كانوا اول 4 ارتري كده. في ارتري بقى خامس اسمه سوبرفيشال دورزال. السوبرفيشال دورزال ده من اسمه هيغذي لي السكن والفاشيا. قال لك ان اول 4 ارتري اللي هو اللي هيغذي لي الكافرنوزا والاسبونجيوزا والبلب واليوريسترا جايين من مين؟ من الانترنال بيودنتال. جايين منين؟ جايين من الانترنال بيودنتال. بيودنتال لكن الاخير ده اهو بيودنتال، لكن الاخير ده اهو السوبرفيشال دورزال جاي من الفيمورال فين، جاي من الفيمورال، من الفيمورال ارتري، جاي من الفيمورال ارتري. تمام. يبقى الارتيريال بلاد سبلاي جاي من حاجتين اتنين، انترنال بيودنتال مطلع لي مين؟ مطلع لي برانشات كتيره قوي، من ضمنهم دورزال وديب، دورزال وديب، دورزال وديب بتاع ده دورزال ارتري اوف البينس، وهيغذي لي الكافرنوزا والجنز بينس، والارتري اوف البلب هيغذي لي البلب والنص بتاع الاسبونجيوزا، الارتري اوف اليوريسترا هيغذي لي اليوريسترا والاسبونجيوزا كلها، والفيمورال ارتري، الفيمورال ارتري طالع منه السوبرفيشال دورزال ارتري اللي هيغذي لي السكين والفاشيا. الفينس درينج بقى، الفينس درينج هيروح يصب في مكانين اتنين على حسب هو الفين ده سوبرفيشال دورزال فين ولا ديب دورزال فين. تمام. لو سوبرفيشال دورزال فين هو هيروح بعد ما يتقسم اتنين ويتحد مع السوبرفيشال اكسترنال بيودنتال هيروح يصب في الجريت سافينس فين. جريت سافينس فين شبه مين؟ شبه الاكسترنال بيودنتال اللي هو في مين؟ في السكروتم. طيب الديب دورزال فين؟ الديب دورزال فين هيروح البلفس ويروح يصب فين؟ في البروستاتيك بلكسس اوف الفينز. طيب الليمفاتيك درينج بقى بتاع البينس، قال لك اي حاجه بره واي حاجه جوه. اي حاجه بره هتصب في الانجوينال، اي حاجه بره هتصب في الانجوينال، واي حاجه جوه هتصب في الايه؟ في الانترنال الياك. اي حاجه جوه هتصب في هتروح للليمفاتيك درينج بتاعتها انترنال الياك. من بره احنا قلنا انجوينال. تمام. ايه اللي بره؟ والله في سكن وفي كلانز بينس. السكن هتروح للسوبرفيشال انجوينال، لكن الكلانز بينس هتروح في الايه؟ في الديب انجوينال. تمام. تعالوا بقى نشوف النيرف سبلاي. النيرف سبلاي قال لك ده سمباثيك وبارا سمباثيك وبيرينيال نيرف. البيودنتال نيرف، قصدي البيودنتال نيرف. البيودنتال نيرف ده اهو هيطلع منه دورزال برانش هيروح للسكن. البيودنتال نيرف ده اهو هيطلع منه بيرينيال برانش، هيطلع منه بيرينيال برانش هيروح لمين؟ للاثنين، الاثنين سبونج بتاعنا، الاثنين الكوربس، الكوربس سبونجيزا والكوربس ايه كافرنوزا. تعالى بقى نشوف السمباثيك. السمباثيك في وضع الاثاره والبارا سمباثيك في وضع الراحه. في وضع الراحه زي ما احنا عارفين، يبقى السمباثيك في وضع الايه؟ في اثاره وكده، لكن البارا سمباثيك لا، ده في الريست. طيب السمباثيك بيعمل ايه؟ مسؤول على ايه؟ مسؤول على الاريكشن، على الايجاكيوليشن، على الايجاكيوليشن. لكن الباراسمباثيتك مسؤول على الاريكشن. الباراسمباثيتك مسؤول على الاريكشن. الباراسمباثيتك جاي له منين؟ من البلفيك سبلانكينج نيرف اللي هو اس 2 و3 و4. لكن السمباثيتك اللي هو مسؤول على الايجاكيوليشن ما جاي له من البلفيك بلكسس، جاي من البلفيك بلكسس. حلو. البتاع ده بقى الاكسترنال، الانترنال جينيتاليا. البتاع ده تعال نشوفهم كده مع بعض، الفاز ديفرنس والسيمينال فيسكل. تمام. والبروستات. الفاز ديفرنس الارتري اللي هيغذي الارتري اوف الفاز اللي هو كان جاي من الانفيرير فيزايكل، اللي كان جاي من الانفيرير فيزايكل. لكن السيمينال فيسكل، السيمينال فيسكل لا، ده انفيرير فيزايكل وميدل ريكتال. يبقى دوت انفيرير فيزايكل بس اللي هو منه الارتري اوف الفاز، لكن ده انفيرير فيزايكل وميدل ريكتال. البتاع ديت الفينس درينج بتاعتهم الاثنين بامبيني فيرم بلكسس، استنى عشان تبقى واضحه، بامبيني فورم بلكسس والفيزيكال بلكسس. مين ديت؟ الفاز ديفرنس بامبيني فورم بلكسس والفيزيكال بلكسس. لكن السيمينال فيزيكال، السيمينال فيزيكال لا، ده فيزيك في لا يعني كذا بلكسس كده، فيزيكال وبروستاتيك واكسترنال ريكتال بلكسس. مين ديت؟ السيمينال فيزيكال. الفينس درينج بتاعها هتروح للفيزيكال والبروستاتيك والاكسترنال ريكتال. تمام.
البتاع دوت بقى الليمفاتيك درينج بتاعتهم الاثنين اكسترنال الياك، اكسترنال الياك ليمف نود، اكسترنال الياك ليمف نود، لكن في السيمنال فيزيكال هتزود كمان معاه انترنال الياك ليمف نود. البروستاتا، البروستاتيك الارتيريال بلاد سبلاي، قال لك ان هي واخده انفيريور فيزيكال وميدل ريكتال وانترنال بيودنتال. انترنال بيودنتال ده هو الزياده. تمام. الفينس درينج قالك ان هي من اسمها هتروح في البروستاتيك بلكسس، ومن بعد البروستاتيك بلكسس هتمشي مع اختها الفيزيكال بلكسس، وفي الاخر هيصبوا في الانترنال الياك فين، وفي الاخر هتصب فين؟ في الانترنال الياك فين برضو الليمفاتيك درينج. حلو حلو. النرفات بقى، النرفات قالك الفاز ديفرنس، الفاز ديفرنس هو والسيمينال فيسكل نفس النيرف سبلاي اللي هو الفيزيكال بلكسس، اللي هو الفيزيكال بلكسس، لكن البروستاتيك، البروستاتيك النيرف سبلاي اللي جاي لها بروستاتيك بلكسس من اسمها. تمام. الديفلوبمنت بقى اللي هي الامبريو، المحاضره بتاع المال. طيب تعال بقى نشوف الرسمه ديت. قالك ان دوت هنا الانترا، انترا امبريونيك سيلم، انترا امبريونيك سيلم هنا كده تمام، واللي هيطلع منه الخلايا بتاعته الابيسيليان بتاعت الخلايا الابيسيليا هيحصل فيها بروليفريشن وهتكون لي الجينيتال ريدج بتاعنا. الجينيتال ريدج، الجينيتال الاثنين جينيتال رينج ده هم، الجينيتال ريدج ده مسؤول عن تكوين الجونادز بعد كده سواء تيستس او اوفرس. لاترال ليها في عندك اسمها ميزو، ميزو نيفرس داكت، ميزو نيفرس داكت، ولاترال ليها برضو بره ميزو نيفرس داكت. هنشوف، هنقول كل حاجه دلوقتي. طيب حصل خلاص بروليفريشن للسيلاميك ابيسيليان، هيكون لي مين؟ الجينيتال ريدج اللي هما دولت، اللي هما دولت الجينيتال ريدج ده هم. تمام. اتكون الجينيتال ريدج على اللاترال ليها الميزونيفرس ايه داكت، الميزونيفرس داكت. طيب قال لك ان هو بمجرد حصل فيرتيلايزيشن لو جينيتيكالي يعني عن طريق جينات وكده نتيجة ان ام اكس اكس ام اكس واي، فده بيتحدد السكس بتاع الفيتس، لكن لا احنا مش بنعرف، لكن مش بنعرف الا في الاسبوع السابع من الحمل. الاسبوع السابع من الحمل بيظهر الكاركترز بتاع سواء ميل او فيميل. ليه في الاسبوع السابع؟ قال لك لان بدايه تكوين التستس وبدايه تكوين الاوفر. تعالوا بقى نشوف، احنا دلوقتي في الميل هنشوف بدايه تكوين التستس ايه هي. قال لك حاجه اسمها برايموردال جيرم سيل جايه من اليوكساك، اليوكساك اللي هو ده اهو الحته المدوره ده اهي، جاي من اليوكساك. واول ما قلنا يوكساك اعرف ان هو اندوديرمال ان اوريجين، يبقى اليوكساك اندوديرمال ان اوريجين. اي حاجه في المحاضره هنقولها ايه؟ الميزوديرم ان اوريجين، لكن اليوكساك اندوديرمال ان اوريجين. برايموردال جيرم سيل عند الاسبوع الرابع هتتكون البرايموردال جيرم سيل ده اهي، وهتطلع في الاسبوع، هتطلع هتمايجريت من مكانها اللي هو اليوكساك، وهتطلع بالاموبيت موفمنت اللي هي حركه دوديه، هتروح للجينيتال ريدج، هتوصل للجينيتال ريدج خلاص، هتوصل للجينيتال ريدج هنا كده، هتوصل للجينيتال، هتوصل للجينيتال ريدج هنا كده، وهتعمل لك ايه؟ هتعمل لك بريميتيف سكس كورد، هتعمل لك بريميتيف سكس كورد عند الاسبوع السادس، عند الاسبوع السادس قبل ظهور يعني الصفات وكده، هتعمل لك بريميتيف سكس كورد. لو البرايموردال جيرم سيل ده اهي فشلت انها تروح للجينيتال ريدج، فشلت انها تروح للجينيتال ريدج، فمش هيتكون البريميتيف سكس كورد، وبالتالي مش هيتكون التستس. ليه؟ لان البريميتيف سكس كورد دي هنعرف كمان شويه ان من بعدها، ان من بعدها هيتكون ايه؟ هيتكون الريتي تستس اهو، هيتكون الريتي تستس، واللي هي اول حاجه التستس كوردس يعني، وبعدين الريتي تستس. وبمجرد ان التستس، الريتي تستس اتكونت خلاص، هينتشر فيها بقى شويه انتر 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 في ال في بين الخلايا يعني، هينتشر البتاع ده انترستيشال سيل اوف اللايدنج اللي هي المسؤولة عن التستوستيرون فورميشن سكريشن، قصدي هتطلع التستوستيرون. في التستوستيرون هيساعد بقى على تكوين الحاجات الخاصة بالميل. وقال لك ان الحاجات دي كلها بتحصل فين؟ في الميضلة، في الميضلة، ام 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 ميل ام ميضلة. تمام. خلاص ده كله في الاسبوع السادس اتكون الريتي تيستس، ويتكون عندك الايه التستوستيرون اللي هيطلع من الليدنج سيل. طيب خلاص حصل ديفرنشيشن بقى ايه من الـ من الجيتال داكت والاكسترنال جينيتاليا، خلاص هتظهر فين؟ عند الاسبوع السابع كده. خلاص خلصنا الايه وعرفنا ان هو ايه ميل خلاص. طيب هنكمل بقى. قال لك ان هو في الشهر الرابع خلاص بقى عدينا مرحله اهو
والتستس خلاص بدأت تتكون. الاسبوع الشهر الرابع يا ربي التستس بتكون شكلها هورس شيب، تمام؟ دي معلومة يعني، انها ممكن تيجي ام سي كيو هتيجي على هيئة ايه، هورس شيب التستس بتاعتنا. طيب كنا راسمين كده ان الجينيتال ريدج ودوت اليوكسك نزل اهو الجينيتال ريدج، ولاترال ليها الميزونيفريك داكت ولاترال ليهم البار ميزونيفريك داكت. الميزونيفريك داكت ده هي اللي هتساعد على تكوين الميل جينيتال ايه، الميل جينيتال اورجانس اللي هي بنسميها برضو الولف يعني. تمام. قال لك الميزونيفريك داكت دي طالع منها داكتيولز، الداكتيولز ديت هتكون الفاز افرنشيا، لكن الداكت نفسها اللي هي اسمها الميزونيفريك داكت او الولفيان داكت هي اللي هتكوني الابيديدمس، وبالتالي بعدها الفاز ديفرنس، وبعدين بعد الفاز ديفرنس السيمينال فيسيكل وهكذا. تمام. في بقى نقطه قال لك ان الجينيتال ريدج، ده اهو الجينيتال ريدج اللي هو كان كده، تمام، اللي هو كان كده الجينيتال ريدج ده، تمام، له 3 اجزاء ابر وميدل ولور. الابر قال لك ان هو هيكوندنس كده في بعضه، يعني هيحصل فيه فايبروزس، هيتحول لسسبنسوري ليجامنت. السسبنسوري ليجامنت اللي احنا لسه شارحينه اللي هو هيروح يمسك في السوبرفيشال بتاع البينس. تمام. الميدل لا ده هو التستس، هتتكون في الميدل بارت بتاع الايه، بتاع الجونيتال ريدج. يبقى الجينيتال ريدج الميدل بارت منه هيكون لي مين؟ التستس. وهناك في الفيميل هيكون لي الاوفري. يا عم يلا خلاص كده خلصنا من النقطه. طب اللور بارت بقى منه ده هو هيكون لي الجبرناكلم. الجبرناكلم ده هو اللي هيشد التستس، من الانتير ابدومينال، هينزلها فين؟ في السكروتم، طيب قال لك بقى في معلومه هنا ان السبرماتوجونيا، ايه السبرماتوجونيا دي؟ قال لك ده هي عباره عن نفسها البرايموردال جيرم سيل اللي هي كانت جايه من اليوكساك اللي هي كانت اندوديرمال ان اوريجين، تمام، لكن السيرتولي سيل ديت عباره عن خلايا بتدعمها كده بس، جايه الاصل بتاعها ميزوديرم. احنا قايلين اصلا اي حاجه في المحاضره ميزوديرم ما عدا اللي جاي من اليوكساك اندوديرم، وهنعرف ان كمان شويه برضو حاجه كمان اندوديرم ان اوريجين. تمام. قبل الولاده بقى، الدسين بتاع التستس هتنزل ازاي؟ قال لك ان انت عندك الديب انجوينال رينج، وبعدين الانجوينال كانال، وبعدين السوبرفيشال، وبعدين هنا السكروتم، تعالوا نحط ارقام بتاعتنا بقى. هنا الديب 6، هي نازله من انتير ابدومينال وول، تمام، ده الشهر السادس، تمام، والكانال السابع، وهتنزل عند السوبرفيشال انجوينال رينج عند الشهر الثامن، والسكروتم خلاص نزلت السكروتم اهو عند الولاده في الشهر التاسع. تمام. الكونجينيتال انوماليز، ثانية واحدة، يا اما التستس ما نزلتش كريبتوكايديز، تمام، ما نزلتش الجبرناكلم، ما نزلهاش، يا اما نزلت الجبرناكلم وداها في اماكن تانية غير مكانها الطبيعي، يا اما حصل شفتوا الجينيتال ريدج اللي هي طلعت، اللي في النص منه، هي طلعت من النص، تمام، حصل هيرنيا، حصل هيرنيا او هيدروسيل او سيست. يعني ايه؟ لا يا دكاتره مش الجينيتال ريدج، لا، في احنا عارفين ان البروسيس فاجيناليز اللي هي وهي نازله من ابدومنال واخده حته بروتونيوم كده من البط ودخلت فيها كده ونزلت، دي مين؟ دي التستس. هي بقى ايه المفروض؟ ان هو بيقفل من فوق، ومن تحت بقى بيكون الايه، التونيكا فاجينالز، لكن لا، هنا قال لك ان هو ما قفلش، فهو الهرنيا حصل فتق كده، او نزل الانتستين، نزلت ده ما قفلش، فالانتستين نزلت فيه، يا اما سائل نزل فيه هيدروسيل، يا اما حصل سيست اتقفل من حتتين كده، والحته اللي في النص ما اتقفلتش، كون لي سيست. تمام. واخر وفي بقى من الكونجينيتال انوماليز في اوفو تيستس. يعني ايه؟ يعني الاثنين اتكونوا، تيستس والاوفرز، فهنا ساعتها بيقول لك ترو هيرمافرودايت. يعني ترو هيرمافرودايت يعني عندها الاثنين جينيتال اوريجين من الاصل اللي هما اوفري وتيستس. تمام. عندك بقى الدكت،
لحد الاسبوع السابع، لحد الاسبوع السابع بيبقى الجنين الفيتس فيه 2 داكت اللي هم الميزو نفرك داكت والبارا ميزو نفرك داكت اللي هم الولفيان والموليريان، تمام. والداكت دي دكاتره الاورجن بتاعها ميزو ديرم، تمام ماشي. الولفيان داكت ديت هي اللي هتكمل في الميل، لو هو ميل هي اللي هتكمل، لو هي في ميل لا ده الموليريان داكت اللي هتكمل. طب احنا دلوقتي محاضرتنا في الميل، فالولفيان داكت اللي هتكمل والفيميل هي اللي هتختفي. الفيميل اللي هتختفي الولفيان داكت هتكون لي الحاجات الخاصة بالايه، الحاجات اللي هتخص الخاصة بالميل اللي هي عبارة عن الفاز افرنشيا او الافرين داكت. دي طالعة منين؟ من التبيول بتاعتها، يعني الميزو نفرك داكت اهي طالع منها داكتيولز، تمام. شوية داكتيولز او شوية تبيولز ديت اللي هتعمل الفاز افرنشيا، لكن الداكت نفسها لا، ده هتكوني الابيديدمس، ومن بعد الابيديدمس الفاز ديفرنس، وبعدين الفاز ديفرنس هتكون لي السيمينال فيسكل. لكن احنا قلنا التبيولز دي الفاز افرنشيا، تمام. البتاع الموليريان داكت بقى اللي هي البارا ميزونيفريك داكت اللي هي بتبقى لاترال ليها، اللي بتبقى لاترال ليها ديت الموليريان داكت ده بتبقى مختفية في الميل، تمام، لانها هتظهر لي حاجات الفيميل وانا مش عاوزاها. لكن هي لما تيجي تختفي لا، ده هتسيب لك اثر، هتسيب لك ايه، هتسيب لك الكرينيال بارت منها، يعني الجزء الفوقاني منها هيكون لي ايه، هيكون لي الابندكس اللي موجود على التستس. ازاي ده؟ يعني ازاي ده كده موجود على التستس من فوق، فهي الكرينيال بارت من الباراميزونيفريك او من ال او احنا سميناها الموليريان بقى، تمام. هي الكرينيال بارت منها هيكون لي الابندكس، الكودال بارت منها هيكون لي البروستاتيك يوتريكل اللي هي مين، اللي هي موجوده في الميديان لوب بتاع البروستاتيك، بتاع البروستات، تمام يا دكاتره. طيب البروستات جلاند بقى، البروستات جلاند هتطلع منين؟ هتطلع من بادز كده، بادز دي اللي هتكونها براعم، يعني من مين؟ من البروستاتيك يوريسترا. طب استنوا ما نشوف البروستاتيك يوريسترا ده طالع منين. قالك ان البروستاتيك يوريسترا ده طالع منين، البروستاتيك يوريسترا طالع من البلفيك بارت بتاع اليوروجينيتال، بتاع اليوروجينيتال ساينس. مين اليوروجينيتال ساينس ده؟ اهو بصوا يا دكاتره، دوت هنا ديت الولفيان داكت بتاعتنا اللي هي اللي هتطلع لي بتاع الميل، وديت الموليريان داكت او الباراميزونيفريك، يعني دي الميزونيفريك وديت الباراميزونيفريك، تمام. الاثنين اما بيتجمعوا تحت كده وحواليهم دوت اهو اليوروجينيتال ساينس، هو دوت اليوروجينيتال ساينس. احنا كنا واخدين ان اليوكساك، احنا هنا ده الريدج اهو، تمام، وده اليوكساك ودوت الريدج التاني ده. اليوكساك ده اهو كنا قايلين عليه اندوديرمال، فهناخد معاه ان اليوروجينيتال ساينس برضو اندوديرمال. حلو. تاني كنا قايلين ان اليوروجينيتال، ان كنا قايلين ان اليوكساك اندوديرم، لا هناخد معاه اليوروجينيتال ساينس اللي هو ده اهو، هناخده برضو ان هو عبارة عن اندوديرمال ان اوريجين. هو اليوروجينيتال ساينس ده بيتقسم جزئين، بلفيك بارت وفالك بارت، بلفيك بارت وفالك بارت. البلفيك بارت هيكون لي البروستاتيك يوريسترا والممبرينس يوريسترا، يعني البلفيك بارت هيكون لي 2 يوريسترا، لكن الفالك بارت لا، هيكون لي الاسبونجي يوريسترا اللي هو هيمشي في البينس. فهو من ضمن البلفيك بارت ده اهو هيكون لي البروستاتيك يوريسترا بتاعنا ده اهو، البروستات يبقى البروستاتيك يوريسترا جاي من البلفيك بارت بتاع اليوروجينيتال ايه، بتاع اليوروجينيتال ساينس. السكروتم ده من الميزوديرم، 2 سويلنجز كده، 2 سويلنج على كل جانب من ال اللهم صل محمد، من اليوروجينيتال ميمبرين، من اليوروجينيتال ميمبرين، يعني الاثنين سويلنج، 2 سويلنجز كده طالع على كل جانب من اليوروجينيتال ميمبرين ده، اليوروجينيتال ميمبرين. حلو. في بقى البينس طالع منين؟ من حاجه اسمها يا ربي، عايزين نشوف اللون تاني، من حاجه اسمها اللهم صل على محمد، اسمها جينيتال تيوبركل. فين الجينيتال تيوبركل ده؟ موجود هنا كده، جينيتال تيوبركل هيكون لي ايه، هيكون لي البينس. والجينيتال تيوبركل ده بعد كده هيكون لي هيكون لي حاجه اسمها فيلس، يعني اللي هي البينس يعني، تمام. يبقى الاثنين سويلنجز اللي هما موجودين على اللاترال سايد بتاع اليوروجينيتال ساين، اليوروجينيتال ميمبرين، هيكونوا لي السكروتم، السكروتم بتاعنا السكروتم. الجينيتال تيوبركل ده اهو هيكون لي الفيلس اللي هو فيما بعد البينس. اليوريسترا اللي هتمشي في الفاليك بارت اللي هو اللي هتمشي في
في البينس يعني طالعه منين؟ احنا لسه قايلين ان اليوريثرا اللي في البينس اللي هي اليوريثرا السبونجي يوريثرا قالينا في السلايد اللي فاتت طالعه من الفاليك بارت بتاع اليوروجينيتال ساينس، واليوروجينيتال ساينس قايلين ان هو اندوديرمال ان اوريجين، يبقى اليوروجينيتال ساينس اي حاجه طالعه منه اندوديرمال ان اوريجين. الجلانز بينس لا ده دي اكتوديرمال من بره. تمام يا رب. كده خلصنا الميل بالامبريو بتاعته. طيب نخش بقى كده على الفيميل، لو حد عايز يستريح شويه يوقف الفيديو ويجي يكمل تاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوترس قال لك ان هو بيتكون من ثلاث ايه، من ثلاث اجزاء، فاندس بادي السيرفكس. الفاندس قال لك ان هو سيرفكس بتاع الكونفكس ومش عارفه ايه، وبيتغطى من بيتغطى من 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 فوق كده من ورا بالبروتونيه، ومن ورا بالدوجلاس بروتونيه، واللي هيكمل معانا برضو في ظهر الايه، في ظهر البادي بتاعه. ما علينا. البادي ده فيه حاجه اسمها اسمس. ايه الاسمس ده؟ عباره عن كونستريكشن بين البادي والسيرفكس، كونستريكشن بين البادي بتاع اليوترس والسيرفكس. طيب البادي بتاع اليوترس نفسه ده هو بيتقسم لثلاث اجزاء، البادي بيتقسم لثلاث اجزاء، انتيرير وبوستيرير وايه واتنين لاترال. مين ده؟ البادي بتاع اليوترس اللي هو الرحم، انتيرير وبوستيرير واتنين لاترال. الانتيرير قدامه مين؟ قدامه البلادر. تمام. واللي فاصله عن البلادر يوترو في زايكل. ما هو بلادر يعني فيها اللي هي المصطلح في زايكل ده طالع عشان اليورينري بلادر. تمام. واليوترو اليوترس يوترو في زايكل باوتش. حلو. البوستيريور لا ده له علاقه بالايه، بالاليم والسجمويد كولون، واللي هيفصله عنه الدوجلاس باوتش او الريكتو فاجينال باوتش. حلو. السيرفكس اللي هو السيرفكس عباره عن جزئين اتنين، يا اما لا قبل السيرفكس في اتنين لاترال، في اتنين لاترال في البادي، البادي بتاع اليوترس اتنين لاترال. قالك ان هما له علاقه بالبرود ليجامنت، بيبقى ماسك كده بالبرود ليجامنت، عارفين الراوند ليجامنت انتيريورلي. تعالوا بقى نشوف اليوترس اهو، اليوترس تمام. ادي البتاع ده مكان دخول اليوتراين تيوب. من قدام في راوند ليجامنت. تمام. من قدام في راوند ليجامنت، لكن من ورا لا ده في الاوفيريان ليجامنت، الاوفيريان ليجامنت اللي هو الليجامنت اوف الاوفري. حلو. السيرفكس بقى اللي هو الجزء الثالث من اليوترس، السيرفكس قالك ده هو سوبرا فاجينال بارت والفاجينال بارت. فاجينال بارت يعني داخل جواه. طيب السوبرا فاجينا اللي هو فوق الفاجينا قالك ان هو ايه، بيبقاش متغطي ببروتينيوم، ما بيبقاش متغطي ببروتينيوم، يبقى السيرفكس السوبرا فاجينا مش متغطي بالبروتينيوم. وقالك ان الجزء ده متحوط بايه، ببارا متريوم يعني وليس بروتينيوم كفرين. تمام. قالك انه لاترال ليه، لاترال للسيرفكس، وبالتالي تحت برضو لاترال للفاجينا. قالك قاعده البريدج والووتر، ووتر اندر ذا بريدج، الووتر اللي هو اليوريتر، وتحت مين؟ هو تحت الفيزلز بتاع اليوتراين، بتاع اليوتراين فيزلز. حلو. الفاجينال بارت بقى بتاع السيرفكس قال لك ان هو ايه، شفت دخول الفاجينال بارت بتاع السيرفكس عند حدود السيرفكس اللي هي موجوده في الفاجينا، هتلاقي عندك الفورنيسز كده اتكونت، انتيرير الانتيرير وبوستيرير واتنين لاترال فورنيسز. حلو. حلو. قالك ان اللي هو الفاجينال بارت ده هو من السيرفكس بيخش الفاجينا، عن طريق الاكسترنال اوس، والاكسترنال اوس ده اهي عند الست اللي ولدت، بتبقى شكلها عامله شبه الترانسفيرس سبليت كده مقسومه، يعني سليت كده مقسومه كده اكنها ترانسفيرس، لها اتنين لب، لها اكنها شفتين كده عند الست اللي ولدت. حلو. اليوترس بقى نفسه، اليوترس نفسه قال لك ده فيه انتي فيرجن وانتي فليكشن، انتي فليكشن وانتي فيرجن. فليكشن ده فيها اكس، وانتي فيرجن فيها في. اللي فيها في هتروح تعمل ايه، هتروح هيعرفك ان هو يعني ايه بين ايه وايه، بين الفاجينا فيها في والبادي بتاع اليوترس. لكن اللي فيها اكس هتروح تمسك في السيرفكس، ومين
سيرفكس ومين، والفائكس هتروح تمسك في السيرفكس واليوترس برضو، يبقى انتي فيرجن انتي فليكشن انتي فليكشن. الانتي فيرجن بين الفاجينا والبادي، لكن انتي اسمه ايه ده، انتي يا رب، انتي فليكشن بين السيرفكس والبادي. الليجامنت بتاع اليوترس عندك كذا ليجامنت، اول ليجامنت معانا، اول ليجامنت معانا يوترو، يوتري ساكرال، يوتري ساكرال ليجامنت اسمه اليوترس والساكرام، بس اليوترس مين؟ السيرفكس. عموما كده ان اول ثلاثة دولت بيمسكوا لي السيرفكس، ادي السيرفكس اهو، وادي سيرفكس اهو، وادي سيرفكس اهو، يبقى مين هما؟ اليوترو ساكرال ليجامنت والترانس فيرس سيرفايكال اللي هو اهم واحد، والبيوبو سيرفايكال. الثلاثه بيمسكوا اليوترس من منطقه السيرفكس، اليوترو ساكرال بيمسك السيرفكس ويروح يمسكه في الساكرام، الترانس فيرس سيرفايكال اللي هو اللي بنسميه اسم تاني اللي هو الماكن ديلز ايه، ماكن رودز يا دكاتره، ماكن رودز ليجامنت تمام. بيمسك السيرفكس ويروح يمسكه فين؟ في الاثنين سايد بتاع البلفس، في الاثنين لاترال سايد بتاع البلفس. حلو. البيوبو سيرفايكال من اسمه هيروح يمسك فين؟ في البيوبس، هيروح يمسك فين؟ في البيوبس. طيب كده خلصنا اول ثلاثة ايه ليجامنت. تعالوا بقى لايه، للاثنين اللي عليهم الدور اللي هم الراوند ليجامنت والاوفيريال ليجامنت، والاثنين دولت عباره عن فايبرو ماسكولار باند. يعني الراوند ليجامنت بيمسك اليوترس منين؟ الراوند ليجامنت بيمسك اليوترس من قدام، عند دخول ايه اليوتراين تيوب، عند دخول اليوتراين تيوب هيروح يمسكها في مين؟ هيروح يمسكها في، هيخش في الديب انجوينر، وبالتالي هيروح للليبيان ميجاس، هيروح يمسك فين؟ في الليبيان ميجاس. يبقى هو الراوند ليجامنت هيمسك الراوند ليجامنت هيمسك في الانتيريور بتاع اليوترس، هيروح يمسك في الانتيريور بتاع اليوترس عند دخول الايه اليوتراين تيوب، واللي زيه اوفيريان ليجامنت هيمسك اليوترس برضو عند دخول الاوفيريان تيوب، عند دخول اليوتراين تيوب بس من ورا، هيمسك اليوترس بس من ورا، هيروح يمسكه فين؟ هيروح يمسكه في منطقة البلفس برضو. لا مش هيمسكه في مش في البلفس علشان نايمين والله، هو اصلا اسمه اوفيريان تيوب، اسمه اوفيريان ليجامنت، هيمسك الاوفري باليوترس تمام. فين في اليوترس؟ احنا قلنا في المكان دخول اليوتراين تيوب بس من البوستير سيرفيس بتاع اليوترس، لكن الناحيه الثانيه هيروح يمسك فين؟ في اللور اند بتاع الاوفري ده اهو، اللي هي بنسميها برضو يوتراين اند تمام. نيجي بقى للتلاتة اللي عليهم الدور، anterior ligament، posterior ligament، broad ligament. الانتيريور ليجامنت من اسمه هيمسك الانتيريور سيرفيس بتاع اليوترس ويروح يمسك فين؟ هيروح يمسك في الابر بوردر بتاع البلادر، عشان كده بنسميه يوترو فيزيكال بتاع ده ليجامنت. لكن البوستيريور ليجامنت لا، ده هيمسك البوستيريور فورنكس بتاع الفاجينا وهيروح يمسكهولي فين؟ في الريكتم، عشان كده بنسميه ريكتو فاجينال ليجامنت. البرود ليجامنت لا، ده هو اللي على الاثنين لاترال بتوع مين؟ بتاع اليوترس، اللاترال سايد بتاع اليوترس، وهيمسك في اللاترال سايدز بتاع البلفس، هيروح يمسكهولي اللي هيمسك اليوترس في البلفس، السايدز بتاع البلفس تمام. البرود ليجامنت ده اهو تلات اجزاء، اول جزء الميزو سالبنس، تاني جزء ميزو ميتريم، بعدين الميزو فيريم، وبعدين السسبنسوري ليجامنت. الميزو سالبنس معناها يوتراين تيوب، اللي هو بين اليوتراين تيوب وبين الاوفيريا ليجامنت او الميزو فيريم اللي هو بتاع اللي داخل الاوفري تمام. الميزوميتريام بقى ده هو من اسمه هيمسك لي عباره عن الميزنتري بتاع اليوترس اللي هيخش فيها الاوعيه الدمويه وكده، اتاتشز مين؟ بالسايد بتاع اليوترس، ماسك اليوترس من الجنبين الاثنين، ده الميزوميتريام. لكن الميزوفيريام لا، ده بمثابه الهايلاند بتاع الاوفري، هيخش منه الفيزلز وهيخرج منه الفيزلز من دوت الميزوفيريام. لكن السسبنسوري ليجامنت ده دوت عباره عن التيوبيال اند، هيمسك التيوبيال اند بتاع الاوفري بالسايد بتاع البلفس، يعني السسبنسوري ليجامنت ده اهو
هيمسك لي الاوفري، هيمسك الاوفري من ناحيه من ناحيه التيوبيا الاند، من ناحيه التيوبيا الاند هيمسكوا لي في اللاترال سايد بتاع البلفس، هيمسكوا لي في اللاترال سايد بتاع البلفس. البرود ليجامنت بقى كده الخلاصه ان في ايه، اتنين تيوب اللي هما مين، اللي هما اليوريتر، اليوريتر وبعدين ايه اليوترين تيوب، اتنين فيزلز، الفيزلز بتاعه بتاع الاوفري، بتاع الاوفري والفيزلز بتاع اليوترين بتاع اليوترس، اتنين ليجامنت اللي هو الراوند ليجامنت من قدام والاوفيريا ليجامنت من ورا، وبعدين في جزئين اتنين اللي هو الايبو فورن والبارا فورن، وبعدين عندك السمباثيك وبارا سمباثيك نيرف فايبرز، وشويه بقى ايه شويه كونكتيف تيشو والليمفاتيك طبعا. طيب عندك بقى الخلاصة برضو ان اللي هيمسك لي اليوترس، عبارة عن شوية حاجات. اول حاجة منهم اقوى حاجة اللي هو الترانسفيرس ليجامنت بتاعنا اللي هو الماكن رودز، ليجامنت ده هيمسكوله بالبلفكول، بالسات بتاع البلفكول. عندك اتنين مصل، اسمهم ايه، اسمهم لافيتور اناي والكوكسجياس، بنسميهم البلفس، البلفيك دايفرام، يبقى البلفيك دايفرام اللي هو الليفيتور اناي والكوكسجياس، الاتنين دولت هيمسكوا لي مين، اليوترس. تمام. عندك برضو يوروجينيتال دايفرام، مين اليوروجينيتال دايفرام ده اللي هيكونه لي الديب برينيال، حلو تمام. اللهم صل على محمد. في برضو عندك البرينيال، البادي نفسه بيمسك لي ما بين الفاجينا والانال كنال، يعني بيساعد ان هو ثبته من ناحية انفيريور يعني. طيب الفاجينا بقى، قالك ان هو عباره عن فايبرو ماسكولار كانال، بتتكون من اليوترس لحد البيودنتال كليفت. تمام. الانترنال، اند، ده بتكون واسعه، وهتكون لي حاجه اسمها فاجينال فولد، لكن الانتيريور والبوستيريور وول بيمسكوا في بعض كده من كل جانب ما عدا الابر اند منهم، هتكون لي الايه الجتر او الفورنيسيس بتاعتنا. تمام. اللهم صل على اللور اند بقى بتاع الفاجينا، بتبقى بارشالي كلوزد اللي هي بنسميها الهايمن بتاعنا، بيرفوليتد يعني، وبنسميها الهايمن. طيب الريليشن بقى الفاجينا قدامها ايه، والله ده لو فوق هتبقى اليورينري بلادر، لكن لو تحت هتلاقي اليوريثرا مدفونه في الفاجينا اصلا. تمام. البوستير بقى الفاجينا وراها ايه، والله قالك على حسب وراها، هنقسم، البوستيريور وول الى اربع اجزاء، اول ربع من ورا، ناحيه فوق، ده الدوجلاس باوتش، تمام. الثيرد، السكند والثيرد فورس اللي هو الربع الثاني والثالث، دولت يعني لازقين على الريكتم، يعني محوط، اللي وراهم الريكتم على طول، مفيش لا باوتش ولا في اي حاجه، لا التاني الربع التاني والتالت من ورا. ده احنا بنتكلم في الفاجين، هيبقى ايه ريليتد للريكتم. تمام. اني جزء من الريكتم، اللور سيرد من الريكتم. اخر ربع بقى من البوستيريور وول، لا ده بيبقى نايم على البرينيال ميمبرين اللي هو ما بين الفاجينا والانال كانال. على كل جانب من الفاجينا في عندك الليفيتور اناي وفي اللاترال فورني، في اللاترال فورنكس. تعال نشوف اللاترال، الفيتر اناي هتكون لي، على كل جانب، بان انا موجود على كل جانب هتكون لي سفنكتر اسمه سفنكتر فاجينا، تمام. اللاترال فورنكس، ديت موجوده على ريليتد اليوريتر واليوريسترا. مش احنا لسه قايلين ان اللاترال، للسيرفكس هو اللاترال للفاجينا، وهو اللاترال للفورنكس. مين هو؟ قاعده الووتر اند بريدج، الووتر اللي هو اليوريتر تحت، والبريدج اللي هي الفيزلز فوق. حلو كده خلصنا البتاع دي الفاجينا. قبل ما نخش في الديفلوبمنت تعالوا بقى نجمع معانا اليوترس والفاجينا، نشوف البرانشات العظيمه بتاعتهم دي. اول حاجه اللي بسم الله الرحمن الرحيم، الارتري سبلاي، البلاد سبلاي، والله العظيم انا هنكت، البلاد سبلاي اليوترس هيجيله يوتراين ارتري واوفيريان ارتري. تمام. هيحصل ما بينهم انستوموز. حلو، مش عاوزين اكتر من كده. الفاجينا لا ده هيجيله كتير، قوي، يعني هيجيله مثلا فاجينا، البليكس بتاع ده، فاجينا الارتري، يوتراين ارتري، انترنال بيودنتال ارتري، ميدل ريكتال ارتري، ده كله رايح لمين؟ للفاجينا. الفينس درينج بقى،
من اسم اليوترس يوتراين بليكسس، من اسم الفاجينا فاجينا البليكسس، وهما الاثنين انترنال الياك فين، الاثنين هيصبوا في الانترنال الياك فين. الليمفاتيك درينج بقى، لا ده انت تصبر عليا. اليوترس، اليوترس قال لك ان انا اخد الفندس، الفندس والفندس والابر بارت، الابر بارت منه هيروح يصبوا في اللاترال اورتك، اللاترال اورتك ليمف نود. انا عايزه اللون غير ده، لاترال اورتك ليمف نود. يا نهار ابيض. طيب اللهم صل على محمد. اليوترس اهو قدامكم، واليوترس اليوترس اليوترس ثانية واحدة، اليوترس اهو عندك دوت الفندس ودوت الابر بارت ودوت اللور بارت، وده السيرفكس واللي تحته الفاجين. الابر بارت مع الفاندس هندي لهم لاترال اورتك ليمف نود، ماشي. اللور بارت، اللور بارت بتاع الفاندس اكسترنال الياك ليمف نود، في الاكسترنال الياك ليمف نود. طيب دوت اللور بارت، اللي عندك بقى السيرفكس، السيرفكس بتاع اليوترس هندي له اكسترنال وانترنال الياك، يعني احنا اللور خد اكسترنال بس، لكن السيرفكس لا ادينا له اكسترنال وانترنال. مين تاني اكسترنال وانترنال؟ شفتوا مش احنا لسه قايلين ان السيرفكس انترنال واكسترنال، خد معاه الابر بارت بتاع الفاجينا، يبقى الابر بارت بتاع الفاجينا مع السيرفكس كده واخدين ايه؟ واخدين اكسترنال وانترنال الياك. تمام تمام يبقى كده الابر فاجينا شبه السيرفكس اكسترنال وانترنال الياك. طيب الميدل بارت بتاع الفاجينا، الميدل بارت بتاع الفاجينا انترنال الياك، انترنال الياك يعني احنا انترنال الياك نزلت تحت شويه انترنال الياك بس، لكن اكسترنال الياك بس في اللور، اللور اند بتاع اليوترس. طيب اللور بارت بتاع الفاجينا دوت بقى اللي ممكن يجي فيه ام سي كيو، سوبرفيشال انجوينال، سوبرفيشال انجوينال ليمف نود، سوبرفيشال انجوينال ليمف نود، سوبرفيشال انجوينال ليمف نود. تمام كده يا دكاتره؟ تمام. الديفلوبمنت بقى قال لك والله انا هاخد كل اورجان لوحده. تمام يعني عندك مثلا الاوفري، الاوفري ده كان شبه مين؟ شبه مين هناك؟ شبه التستس بالظبط، اللي هو عند الاسبوع الرابع هيتكون لك الجينيتال ريدج. من فين الجينيتال ريدج؟ اللي هو كان هنا كده، اللي هو كان هنا كده ماشي طالع، دي كانت كده، والجينيتال ريدج كده رسم، رسم بايظ انا عارفه، جينيتال ريدج وطالعه كده بالميزونفريك، بالميزونفريك داكت دوت اليوكساك، دوت اليوكساك اللي هو كان اندودرمال، ودوت الجينيتال ريدج ده اهو، الجينيتال ريدج ده اهو. تمام كان الجينيتال ريدج ده هو اللي بيتكون خلاص. وعند اللهم صل على محمد، ولاترال لمين؟ الميزونفريك داكت اللي انا لسه قايله عليها، الميزونفريك داكت او الـ او الـ ومعاها برضو البرا، البرا ميزونفريك، يعني الجينيتال ريدج، الجينيتال ريدج وجنبه الميزونفريك داكت وجنبه البرا ميزونفريك داكت. تمام الميزونفريك داكت هي هي الولفيان داكت ديت، هي هي الموليريان داكت. طيب خلاص الاسبوع الرابع، الاسبوع السادس بقى احنا قايلين اصلا الكاركترز بتاع الميل او الفيميل بتظهر عند الاسبوع السابع، بتظهر عند الاسبوع السابع. حلو تمام. الاسبوع السادس بقى قبل، قبل ظهور البتاع ده خلاص يعني على وشك ان الاوفري يتكون، فهو بيقول لك ان وصول البرايمورديال جيرم سيل، ايه هي البرايمورديال جيرم سيل؟ البرايمورديال جيرم سيل دي يا رجاله ان هي كانت هي الاساس بتاع تكوين هناك السبرماتوجي، السبرماتوجينيك سيل، وهنا الاساس بتاع تكوين الايه؟ الاوسايت. البرايمورديال جيرم سيل ده اهي اندوديرمال، ليه؟ عشان كانت جايه من اليوكساك لو فاكرين، فهي اللي هتروح للجينيتال ريدج اللي هي الحركه الدوديه الاموبيد موفمنت، وبعدين هتكون لي البريميتيف سكس كوردز، هناك كونت البريميتيف سكس كوردز، وبالتالي بعدها هتكون ريدي تيسس والكلام ده. لكن هنا بقى البريميتيف سكس كورد اتكونت، اه هي ميزوديرمال الاوريجين، اه اللي هي المين البريميتيف سكس كورد، لانها هناك عند الجينيتال ريدج. تمام فالبريميتيف سكس كورد ده اهي هتتكسر، عشان هي انا هي فيميل مش هتكون لي ريتي تستس ولا حاجه، لا ده هتتكسر، وهتتكسر هتديكي كلاستر سيلز، الكلاستر سيلز ده هي نتيجه التكسير هي اللي هتكون لي الاوفيريان ستروما. يعني ايه اوفيريان ستروما؟ عندك الاوفري اهو هتكون لي الكبسول مثلا، السبته اللي جواه، السبته اللي جواه مثلا الهيكل بتاع الفوليكلز، الهيكل بتاع الفوليكلز، الكلام ده كله.
تمام. يبقى الكلاسترز السيلز اللي هي الناتجه عن تكسير البريمتيف سكس كورد اللي كانت جايه من الجينيتال ريدج هتدي لك الاوفريان ستروما. طيب يبقى دي الاوفريان ستروما جايه من الكلاستر سيل اللي هي ميزوديرمال ان اوريجين. طب البرايمردال جيرم سيل انا عارفه ان هي جايه من الاندوديرمال ان اوريجين اللي هي مين؟ اللي كانت جايه من اليوكساك اللي كانت جايه من اليوكساك. تمام حلو قوي. البريمورديال جيرم سيل هتكون لي الاوغونيا. الاوغونيا يبقى الاوغونيا جايه من البريمورديال جيرم سيل هي اندوديرمال ان اوريجين. طيب الفولكولار سيل، الفولكولار سيل بقى اللي هي هتكون الفولكولز فيما بعد دي ميزوديرمال ان اوريجين عادي زي ما احنا عارفين ان اي حاجه ميزوديرمال ما عدا البريمورديال جيرم سيل واي حاجه جايه من اليوكساك او اليوروجينيتال ساينس فهي الفولكولار سيل ميزوديرمال ان اوريجين. وهتكوني الكورتيكال كورد، الكورتيكال كورد ديت هي اللي هتكون الفوليكل سيلز وبالتالي هتكون لي الفوليكلز ومن بعد الفوليكلز بقى الجرافين فوليكل والكلام ده. فالفوليكولار سيل هي جايه منين؟ من الكورتيكال، من الكورتيكال كورد. الكورتيكال كورد دي ايه؟ هقولها كمان شويه اللي هي السد اللي جاي اهي. الكورتيكال كورد قال لك بقى ان هو عند الاسبوع السابع، عند الاسبوع السابع احنا كنا هناك ايه؟ الاسبوع السادس بنجهز لسه، كونا الاستروما وكونا الفولكيولار سيل وكونا البريمورديال جيرم سيل. هنا بقى في الاسبوع السابع خلاص ده الصفات هتبدا تتكون، يعني الصفات هتتكون، الصفات هتبدا تتكون خلاص، يبقى هيتكون خلاص وبالتالي وهيتكون لك مين؟ الفولكيولار سيل. تمام تمام ادي الكورتيكال كورد بتاعنا. قالك ان ايه الكورتيكال كورد ده؟ ده هو بيظهر في الفيميل بس، في الفيميل بس، لان احنا ما قلناش في الميل. ليه؟ قالك ان هو كده سبحان الله نيو جينيريشن، نيو جينيريشن من الكورد بتتكون. تمام اسمها ايه؟ اسمها كورتيكال كورد، كورتيكال كورد. ليه كورتيكال؟ لانها بتتكون في الكورتكس، لانها بتتكون في الكورتكس انك هناك انما هناك في الميل الريتيتستس والتيبيلاي ريكتاي اللي هي كانت في الميل اتكونت في المدله. طيب هنا الكورتيكال كوردس اتكونت في الكورتكس. تمام وهي الكورتكس بتاع مين؟ بتاع الـ بتاع الـ بتاع المكون فيه. يبقى خلاص عرفنا ان هو في الكورتكس الاوفري. قالك بقى ان الكورتيكال كوردز دي فيما بعد هتكون لي ايه؟ الفولكيولار سيل. ازاي بقى؟ تعالى في خلاص خلاص الاوفري اتكون، هتبدا بقى ايه التطورات بقى بتاع الفولكيول والكلام ده كله. عند الشهر الرابع، عند الشهر الرابع الكورتيكال سيل ده اهي الكلاسترز هتعمل كلاسترز كده، هتعمل كلاسترز كده، كلاسترز كده مع بعضها. هتحاوط البرايمورديال فوليكل. شفت هتكون لي هي هتحاوط البرايمورديال جيرم سيل. شفت البرايمورديال جيرم سيل اللي كانت اندوديرمال ان اوريجين اللي هي مسؤوله عن تكوين الاوسايت، هي الاوسايت ده هي الاوسايت في النص. وبعدين الكلاسترز او الكورتيكال كوردس الجديده ده هي اللي هي النيو جينيريشن ربنا خلقها في الفيميل ده اهي، هتحوط لي البرايمورديال جيرم سيل ده اهي وهتكون لي في الاخر بعد ما اتعملت كده يعني اسمها ايه؟ برايمري فوليكل. بقت اسمها ايه؟ اسمها برايمري فوليكل. يبقى تاني الكورتيكال كوردز دي نيو جينيريشن بتكون في الكورتكس بتاع الاوفري. بعد كده في مجموعه من الخلايا هتتجمع على شكل ايه؟ كلاسترز هتحوط البرايمورديال جيرم سيل او الاوسايت وبعدين اسمها ايه؟ هتتحول لاس اسمه ايه؟ اسمه برايمري ايه؟ برايمري فوليكل. برايمري فوليكل البرايمري فوليكل دي مسؤوله عن افراز الاستروجين. الاستروجين ده مسؤول على اللي هو ظهور بقى الصفات بتاع يعني مسؤول يعني عن هيدي الامر لبقيه الجينيتال تتكون بتاع الفيميل. قال لك ان البتاع ديت اسمه، وقال لك ان البرايمري فوليكل ده اهي ما بيحصلهاش سيباريت، يعني ما بتتفصلش على السيرفيس من السيرفيس ابيثيليوم اللي هو سيراميك ابيثيليوم. والسيراميك ابيثيليوم ده اهو عندنا في الفيميل بس، في الفيميل بس بيتنيه ان هو سيك. ليه؟ لانه بيتنيه يعمل بروليفليشن ويطلع لي فوليكلز كتير، وبالتالي اصلا الفوليكل المعروف انها موجوده في الفيميل بس. تمام الجينيتال ريدج بقى زي ما هناك كان تلات اجزاء، كان تلات اجزاء كان الابر والميدل واللور. الابر الميدل كان كون لي التستس، هنا هيكون لي الاوفري. هنا كان كون لي السسبنسوري ليجامنت، هنا هيكون لي برضو السسبنسوري ليجامنت، وهنا
اللور اللور بارت هيكون لي الجبرنكلم، وهنا برضو هيكون لي الجبرنكلم. الجبرنكلم ده مسؤول على ديسنت بتاع الاوفري، بس مش هينزله لي بره، لا ده انترنال بس، اللي هو فين؟ هيكون لي عند ال عند ال هينزله لي ويمسكوا لي في الليبيا ماجورا. تمام تمام الاثنين الاثنين بارت بتاع اليوتراين تيوب، اليوتراين تيوب نفسها سببت تكوين سببت تقسيم الجبرنكلم ده اهو الاثنين لجزئين، اثنين جزء قدام وجزء ورا. ايه الجزء القدام؟ اللي هو الراوند ليجامنت. ايه الجزء الورا؟ اللي هو اوفيريان ليجامنت. حلو. قال لك ان ال قالك ان اللهم صل على محمد، ان في الفيمال اللي هتكون الجينيتاليا هي البارا ميزونفرين. يعني هي هنا هنا البتاع الريدج اهو، الريدج اهو ثانيه واحده، الريدج اهو تمام. الريدج ده بره، في هنا ميزونفريك داكت، بارا ميزونفريك داكت اللي هتكون لي الفيميل جينيتاليا اللي هي البارا ميزونفريك ده اهي. انما الميل ده هتختفي هتسيب لي اثر اكيد طبعا، ما فيش حاجه هتمشي كده. اللي هتختفي اللي هي بتاع الميل اللي هي الولفيان، اللي هي الولفيان داكت، هتسيب لي ايه؟ قال لك والله هي الداكت اهي، الداكت اهي تمام، الداكت بتاع الايه، بتاع الميزونفريك اللي هي بتاع الولفيان، قبل ما تختفي هتسيب لي اثر، هتسيب لي ايه؟ الدكتيولز اللي طالعه منها هتكون لي الايبوفورن والبارافورن، الايبوفورن والبارافورن. الايبوفورن طالعه من الكرينيال، من الكرينيال دكتيولز، لكن الكودال دكتيولز هتطلع لي البارا. طيب الدكت نفسها بقى اللي هي ناحيه ورا، اللي هي الدكت ده هي نفسها هتكون لي، والله ده لو ناحيه فوق هتكون لي حاجه اسمها دكت اوف الايبوفورن نفسها، دكت اوف الايبوفورن. لكن الكودال بارت من الدكت نفسها هتكون لي حاجه اسمها جارتنر دكت، جارتنر دكت، جارتنر دكت. تمام. ده كله لحد الاسبوع السادس بيبقى موجود الاثنين زي ما احنا عارفين. انما بقى البارا ميزو نفرك دكت هي اللي هتكون لي بقيه الجينيتاليا. طيب قدامك اهو، قدامك اهي، قدامك اهي دكاتره. هنا الريدج، هنا الريدج، هنا الميزو نفريك داكت اللي هي تلاشت وكونت لي الايبو فورن والبارو فورن، وكونت لي الداكت اوف الايبو فورن والجاردنر داكت، واللي وراها الموليريان داكت اللي هي هتكون لي بقيه الجينيتاليا بتاع الفيميل. طيب اللهم صل على محمد، الميلوليار داكت دي نفسها اهي، قال لك انها تمشي فيرتيكال كده وبعدين هوريزونتال، وبعدين التانية برضو فيرتيكال وهوريزونتال وهيتقابلوا مع بعض. هنا هتكون لي الفالوبيان داكت، الفالوبيان داكت يبقى الفالوبيان داكت او اليوتراين، الفالوبيان تيوب او اليوتراين تيوب هتتكون من الكرينيال، من الكرينيال بارت بتاع ايه؟ بتاع الميزوفيريان، بتاع الميزوفيريان او الميلوريان تيوب. ديت مين؟ ديت الميزوفيريان تيوب كونت لي اليوتراين تيوب. تمام، كونت لي اليوتراين تيوب. الهوريزونتال ده هو بقى، الهوريزونتال ده مع الهوريزونتال ده هو هيكون لي الفندس بتاع الايه؟ بتاع اليوترس، هيكون لي الفندس بتاع اليوترس. تمام تمام. السيرفكس بقى والفاجينا هيجوا لي منين؟ السيرفكس والفاجينا، انت عندك الايه؟ عندك الاثنين فالوبيان تيوب، وادي الفندس، وادي اليوترس، وادي الايه؟ وادي مثلا ايه؟ وادي الفاجينا. قال لك ان في حاجه اسمها يوروجينيتال ساينس، يوروجينيتال ساينس مقسوم اثنين، مقسوم اثنين، مقسوم اثنين، جزء كان جزء، كان جزء بلفس، كان جزء بلفس وجزء فالك، ده كان هناك في الفيميل، كان هناك في الميل. انما هنا لا، مش هنقول الكلام ده، احنا هنقول على طول ان الفاجينا، ان الفاجينا بتاعتنا ده، ان الفاجينا، ان الفاجينا، ان الفاجينا هتاخد من، هتاخد يعني اصلها من مكانين اتنين، مكان من فوق ومكان من تحت. مكان من فوق اللي هو من ال من الدكت، من البارا، من البارا ميزونفريك دكت بتاعتنا، ومكان من تحت اللي هو من الساينس اللي هو اليوروجينيتال ساينس. وانا عارفه ان اليوروجينيتال ساينس هو واليوكسات اندودير. تمام تمام. بس الدكتس اللي هي سواء الميزونفريك او البارا ميزونفريك، الاثنين ميزو، الاثنين ميزوديرمال ان اوريجين. فالفاجينا واخده ميزوديرمال ان اوريجين من الدكت، لكن اندوديرمال واخده من اليوروجينيتال ساينس. طيب يبقى دوت الفاجينا. طيب الفاجينا برضو نفس النظام اهو ونفس الكلام. لما استاذ محمد قال لك بقى في حاجه اسمها ايه؟ ساينو فاجينال بلب، دي ناتجه عن في الفيجن طلع كده من،
من اليوروجينيتال ساينس. يعني اليوروجينيتال ساينس اهو في اليفيجن طلع منه كده، في اليفيجن طلع منه اسمه ساينو فاجينال بالبس، بعد كده هيكونك الفاجينال بليت، وبعد كده هيكونك الايه اللور بارت من اللور بارت من الفاجينا. هو يعني بيقول لك تكوينه، يبقى الساينو فاجينال بالب، الساينو فاجينال بالب اخرته الفاجينال بليت، اخرته الفاجينال بليت. طيب كده خلصنا خلصنا الفاجينا. في بقى اللي قالك ان الهايمن ده هو عبارة عن سين ممبرين، عبارة عن سين ممبرين موجود بين الفاجينا وموجود بين موجود بين الفاجينا وموجود بين اليوروجينيتال ساينس. يعني الفاجينا من فوق واليوروجينيتال ساينس من تحت، هو الهايمن ده موجود ما بينهم. الهايمن ده اندوديرمال الاوريجين. ليه اندوديرمال الاوريجين؟ لان الفاجينا من تحت اصلا هي واخده من اليوروجينيتال ساينس، واليوروجينيتال ساينس نفسه اندوديرمال. تمام. الكونجينيتال انوماليز بقى بتاعت اليوترس عندنا، اول حاجه عندك اسمها ايه؟ يوترس داي اليفيز. داي اليفيز ليه؟ المفروض ان كان هيحصل للبدايه دوت فيوجن للاثنين موليريان داكت، وبالتالي هيكون لك واحد يوترس واحد فاجينا واحد سيرفكس. لا، ما حصلش فيوجن، وحصل هنا سبته كده قسمتهم الاثنين، فبالتالي اتكون اثنين يوترس واثنين فاجينا واثنين ايه واثنين سيرفكس، والحاله دي سميناها يوترس داي الفيز. داي الف يعني شكلين اتنين، يعني لنفس الحاجة. تمام. من كل حاجة اتنين، هي دي الحاجة الوحيدة اللي من كل حاجة اتنين. طيب ناخد برضو ان في حالة اسمها يوترس باي كورنس يعني اتنين سيرفكس واتنين يوترس، لكن الفاجينا واحدة. يعني الفيوجن الفيوجن جاي يحصل قبل الفاجينا، يعني في انقسام حصل كده من فوق من عند اليوترس، والسيرفكس ما كملش للفاجين. الحاله اللي بعدها اليوترس، يوترس باي كورنس، باي كورنس يعني اتنين ايه اتنين يوترس، ويونيكوليز يعني واحده سيرفكس. تمام. وكده كده الفاجينا واحده. تمام. الفاجينا واحده ليه؟ لان ما قلناش غير الفاجينا اتنين غير في اول واحده بس، اللي هي ايه الداي الفيز. تمام. اليوترس يونيكوريز. يعني ايه يونيكوريز؟ يعني يوترس عادي وتكمل وتكلم وتكون جنبه كده ايه هورن، نتيجة ان حصل انكمبليت ديفلوبمنت للريليتد باراميزونفرين التانية. طيب السبتا يوترس؟ لا، ده هو انكمبليت سبتا من كله من جوه، يعني يوترس عادي لكن في جوه في حاجات كده جوه ما اعرفش ظهرت او اختفت، اللي هو ايه اللي هو السبتا يوترس. سبتا يوترس طيب احفظوهم بس وخلاص. الفاجينا بقى، الفاجينا يا اما ما تحصلش اتريزيا، يا اما تحصل يا اما اتنين، يا اما يطلع منها اتنين، يا اما ما تتخرمش. المفروض ان هي ايه الهايمن معروف ان هو بيبقى بيرفوريتد، وهي الفاجينا بتبقى بيرفوريتد ونتيجه تكوين اللي حصل فيها كانالايزيشن وكده. طيب اتريزيا ما تكونتش نتيجه ان البرايموردال جيرم سيل اصلا ما تكونتش، وبالتالي ما تكونش من الاول خالص. الدبل اللي هنا مثلا ايه ما حصلش فيوجن للاثنين موليريان داكت. طيب هنا بقى الاكسترنال جينيتال هنا اتكونت ازاي؟ هنا مش احنا كنا هناك قايلين اتنين سويلنج كونوا لي السكروتام؟ لا، هنا الاثنين هيكونوا لي ايه الليبيا ماجورا. تمام. والليبيا ماينورا جايه منين؟ من اليوريسترال فولد. الليبيا ماينورا جايه من اليوريسترال فولد. طيب اتنين هنا جينيتال تيوبركل كده هيكون لي ايه؟ هيكون الكليتوريس والساينس واليوروجينيتال ساينس نفسه هيكون لي البلفس، البلفيك استيبيول ده اللي هو فيه الاثنين فتحه بتاعتنا اليوريسترا والفتحه الثانيه اسمها ايه مش فاكره، هي اليوريسترا الاثنين اوبننج الموجوده في الاستيبيول وخلاص. الفيستيبيول مين اللي هيكون لي الفيستيبيول ده؟ هو اليوروجينيتال ساينس. يبقى اليوروجينيتال ساينس هو اندوديرمال انسايز انتو ديرم ان اوريجين، والاثنين سويلنج ده هما ميزو ديرمال، والكليتورس ده ان شاء الله برضو هيكون ايه ابتدى ميزو ديرمال ان اوريجين. وبكده نكون خلصنا المراجعه، وشكرا لكم، واسف على اي خطا حصل، واسف على التاخير، والله بجد غصب عني دعواتكم معانا.